الحصاد من قناة الفلوج. طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام، معكم عبد الرحمن النجار في حصاد الفلوجة. وسؤدة طارق، أهلا بكم. نبدأ هذه النشرة بأهم ما فيها. السيادة يستنكر التطاول على رئيسه، القانون هو الفيصل للرد على التصريحات المنفلتة إيمانا بالدولة ومؤسساتها. بغداد تختتم مؤتمرا دوليا لمكافحة آفة المخدرات، والسودان يؤكد ضررها يهدد استقرار المنطقة بأكملها. موعد الانسحاب قريب إعلانه حفاظا على الهدنة، ووفد أمني يناقش في واشنطن مستقبل التحالف. لا تنازل عن منصب المحافظ، الكتلة العربية تتمسك بموقفها وتطالب حكومة محلية بمشاركة المكونات أجمع. وحياة ملايين الفلاحين مهددة، المياه نادرة في العراق والموارد تطلق حملة كبرى لترشيدها. جديد، مرحبا بكم. أصدرت الدائرة الإعلامية لحزب السيادة بيانا استنكرت فيه تطاول آمر اللواء الثالث بالحشد الشعبي المدعو أبو تراب التميمي على رئيس حزب السيادة عضو تحالف إدارة الدولة الشيخ خميس الخنجر، مؤكدة اللجوء إلى القانون لتأخذ القضية سياقها عبر السلطات المعنية. وأوضح البيان أنه بالتاريخ 21 من تموز للعام 2024، وفي مقابلة تلفزيونية عبر إحدى الفضائيات، ظهر آمر اللواء الثالث بالحشد الشعبي المدعو أبو تراب التميمي متطاولا على رئيس حزب السيادة عضو تحالف إدارة الدولة الشيخ خميس الخنجر، إذ تحتم السياقات المهنية والأخلاقية للمؤسسات العسكرية على منتسبي الأجهزة الأمنية الالتزام بقوانين وأنظمة داخلية تمنعهم من الإدلاء بتصريحات منفلتة بحق الشركاء في صناعة القرار السياسي والاستراتيجي في ائتلاف إدارة الدولة. وحمل البيان أصحاب الشأن مسؤولية المحاسبة والرد على منتسب في مؤسستها حسب القوانين والأنظمة النافذة، وأشار إلى أن الحزب يترفع عن الرد الإعلامي المباشر على تلك التخرصات والمغالطات بحق رئيس حزب السيادة، مؤكدا اللجوء إلى القانون لتأخذ القضية سياقها عبر السلطات المعنية إيمانا بالدولة ومؤسساتها وقدرة النظام على ضبط التصريحات غير المسؤولة ضد قادة الأحزاب والكتل السياسية. وأكد البيان أنه في الوقت الذي يتوحد فيه الشعب العراقي كافة للدفاع عن القضية الفلسطينية وإدانة واستنكار ما يتعرض له أهل غزة الصابرة من إبادة جماعية، تخرج بعض الأصوات النشاز محاولة تعكير صفو تلك الوحدة الوطنية تجاه قضايا الأمة، الأمر الذي يلزم أصحاب الشأن اتخاذ موقف واضح ورادع بشأن تلك التصريحات المغرضة وأصحابها أيضا. على صعيد آخر، احتضنت بغداد العاصمة اليوم أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات بمشاركة دولية من ضمنها جوار العراق ومنظمات أممية ومحلية. خلال المؤتمر قال رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني إن ضرر المخدرات لا يقتصر على استهداف الشباب وإنما يهدد استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن العراق سيتعامل مع قضايا المخدرات على أنها تمثل تهديدا إرهابيا، مضيفا أن التخادم بين الإرهاب وعصابات المخدرات يسعى إلى تفكيك الأسر والمجتمعات وخلق مناطق معزولة تخرج عن سيطرة القانون. إننا نرى في المخدرات عاملا أساسيا من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة، خاصة مع ما يرافقها من غزو ثقافي سلبي ممنهج ذي أهداف مشبوهة وإمكانية خلق مناطق معزولة تسيطر عليها عصابات السم تخرج عن سيطرة القانون أينما تمكنت من ذلك. ولو اتبعنا نظرة شاملة واستراتيجية لتقييم الخطر فإننا سنجد أن فعل الشر الذي تؤديه المخدرات لا يختلف في نتائجه عن الحروب والتهجير ومحاولة قلع
الشعوب من أسسها التاريخية بالضبط كما يهدف العدوان الجاري على غزة الصامدة وأهلنا في فلسطين. من جهته أضاف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أن تطبيق آفة المخدرات تحتاج إلى وثيقة دولية فضلاً عن التنسيق بين الدول لإنهاء خطرها. لقد أصبحت هذه الآفة شبحاً يطارد شبابنا على امتداد الخارطة المجتمعية لبلداننا في ظل تزايد الحاجة إلى مشروع إصلاحي كبير يتضمن مراكز تأهيل وخطط أمنية كابحة لجرائم التعاطي والإتجار. وما لم يصار إلى تنظيم وثيقة عربية وأقليمية دولية جامعة واتفاق دولي وعلى مراحل، لأن خطر هذه الآفة سيتزايد بقوة وسيضرب في كل مكان تماما، كما استهدف داعش خلال السنوات العشر الماضية مجتمعاتنا وفي أكثر من مكان من عالمنا العربي والإسلامي. إن الحاجة إلى اتفاق دولي ملزم ووثيقة تفصيلية تحدد آليات المواجهة وتشرك جهود المجتمع الدولي في تطبيق آفة المخدرات ضرورة تستدعيها المخاوف على هذا الجيل والأجيال القادمة. وفي البيان الختامي لمؤتمر بغداد الدولي الثاني، شدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تحدي المخدرات، فضلاً عن تعزيز آليات العمل المشتركة واعتماد مبدأ التكامل الأمني لقطع الطرق أمام تهريب المخدرات. ويؤكد المشاركون على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي لمواجهة تحدي انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها لحماية المجتمعات من خطر هذه الآفة، إدراكاً منهم لحتمية تكامل العمل الأمني والاستخباري بين دولنا الذي يأتي كاستجابة لظروف المرحلة والتحديات والمشاكل المتشابهة التي نواجهها، علاوة على تماثل الكثير من القوانين والأنظمة والتقاليد والمعتقدات التي ترفض وتدين هذه الآفة وتشجع إقامة المؤسسات وإنشاء الأجهزة التي تحد من انتشار هذه الظاهرة والقضاء عليها. يفتتح رئيس الوزراء مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات بحضور ممثلين رفيعي المستوى من دول الجوار والعالم. المزيد في التقرير التالي. افتتح رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، حيث تجمع ممثلون من دول الجوار والعالم تحت سقف واحد لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تجارة المخدرات والتحديات الأمنية المصاحبة لها. يمكننا عبر توحيد الجهود وتعزيز التنسيق المشترك أن نحقق الهدف المنشود بأن تكون مجتمعاتنا خالية من هذا المرض الاجتماعي المصطنع الذي تسوقه الجريمة وتروج له دوائر الشر والعصابات الخارجة عن القانون. العراق منفتح على كل تعاون أو جهد مع الأشقاء والأصدقاء يستهدف القضاء على بؤر سموم المخدرات ومحطات تصنيعها ويقطع سلاسلها ويقدم مرتكبيها إلى العدالة. شهد المؤتمر تفاعلا واسعا من العديد من الدول، حيث أبدى الحضور تقديرهم للتعاون المثمر الذي أسفر عن تشكيل لجنة وغرفة عمليات مشتركة لملاحقة تجار المخدرات وكشف الشبكات الدولية، مما يعكس نجاح هذا التعاون الدولي في التصدي للتحديات المشتركة. بعد الانتهاء من الحديث هنا سيتم العمل على إنشاء مركز إقليمي لمكافحة المخدرات. المركز الذي سينشأ هنا سيتم فيه تبادل المعلومات والقيام بعمليات مشتركة لمكافحة المخدرات وإحلال الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.
من المتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات قوية تهدف إلى تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الدول وتأسيس مكتب دائم في العراق لزيادة فعاليات تبادل البيانات والخبرات، مما سيسهم في تعزيز الجهود المشتركة وتحقيق نتائج ملموسة في مكافحة المخدرات. من بغداد، علي عبد الكريم، قناة الفلوجة. من بغداد العاصمة ينضم إلينا العميد زيد خلف قاطع، مدير مركز البحوث والدراسات في المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية. أهلا بكم سيادة العميد. يعني أهمية المؤتمر الذي يعقد في بغداد العاصمة بالإضافة إلى أهدافه ومآلاته، كيف تنظرون إليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا قناتكم الموقرة. أهلا بك. وأيضا تحية للمشاهدين الكرام. حقيقة مؤتمر بغداد الدولي الثاني جاء استكمالا لما توصل إليه مؤتمر بغداد الدولي الأول الذي عقد في العام 2023، والذي كان له نتائج إيجابية انعكست على أرض الواقع الأمني في مجال مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات مع الأشقاء والأصدقاء من دول الجوار والدول الإقليمية. وكان لهذا المؤتمر الأول والثاني تأثيرا كبيرا في مجال مكافحة المخدرات وانعطافة جديدة حقيقة تحسب للحكومة العراقية لرعايتها الكريمة، الرعاية الكريمة لدن القائد العام للقوات المسلحة السيد دولة رئيس الوزراء المحترم لهذا المؤتمر لما يتحقق من خلاله. طيب، كيف تنظرون إلى مخرجات المؤتمر الثاني لمكافحة المخدرات والذي اختتم أعماله مساء هذا اليوم، وماذا تحقق يعني منذ المؤتمر الثاني؟ أشرتم إلى جملة يعني أو إلى حجم النجاح الذي تحقق بعد المؤتمر الأول، بالتالي نتساءل ما الذي تحقق؟ حقيقة بعد مؤتمر بغداد الأول كانت هناك نتائج إيجابية في مجال تبادل المعلومات عن تجار المخدرات، وكذلك تبادل الوسائل الإلكترونية والبحوث والدراسات في مجال مكافحة المخدرات والمشاركات الدولية في المؤتمرات والندوات وورش العمل. حقيقة العراق بعد العام 23 انفتح على دول الجوار والدول الإقليمية في هذا المجال للحد من ظاهرة انتشار المواد المخدرة لما لها من تأثيرات سلبية على صحة الفرد والمجتمع. نعم، يعني لكن تحتاج يعني مثل هكذا مؤتمرات يعني سيادة العميد إلى جهد دولي كبير جدا، يعني يجد ذلك الجهد طريقه لأرض الواقع من خلال على سبيل المثال تشكيل لجنة دولية أو حتى الخروج ب يعني ورقة دولية لضمان تبادل المعلومات بشأن المافيات التي تدير هذا الملف، ملف المخدرات، بما أن العراق لم يعد ممرا فقط وإنما مستهلك للمخدرات وفق تقرير أممي أخير. حقيقة الجهود الحكومية التي تبذل في مجال مكافحة المخدرات يشهد لها القاص والداني، وهذه الجهود حقيقة تم الثناء عليها من جميع الجهات الدولية. العراق انعطف انعطافة حقيقية في مجال مكافحة المخدرات منذ انطلاق العام 2023 وانطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لأعوام 23-24-25، وكان المحور أو الهدف الأول منها هو التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات. مثل تعرفون حضراتكم جريمة المخدرات هي جريمة عابرة للحدود، مما يتطلب مواجهتها التكاتف مع دول الجوار والدول الإقليمية على محاربة هؤلاء المجرمين حقيقة الذين يحاولون إدخال السموم إلى بلدنا، وهذه السموم تفتك حقيقة بالمجتمع من خلال تأثيراتها السلبية على صحة الشباب. نعم. طيب سيادة العميد، بالنسبة لإصدار اتفاقية دولية أو الخروج باتفاقية دولية لمكافحة المخدرات يعني بين العراق وبين جيرانه بالإضافة
إلى يعني الدول المهتمة أو المتأثرة والمتضررة من ذلك الملف؟ العراق اليوم يلعب دورا أساسيا في مجال التعاون الدولي والمشاركة في المؤتمرات وحقيقة الاتفاقيات الأمنية، ومن ضمنها ملف مكافحة المخدرات. فلدينا اتفاقيات مع الكثير من دول العالم، ومشاركاتنا في المؤتمرات الدولية حقيقة كبيرة وله بصمة واضحة في هذه المؤتمرات يشهد لها جميع المشاركين. سيادة العميد زياد خلف قاطع، مدير مركز البحوث والدراسات في المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، شكرا جزيلا لكم لانضمامكم إلينا. الأخبار مستمرة. يعتزم قادة الإطار التنسيقي عقد اجتماع مساء اليوم بمشاركة رئيس الوزراء، وذلك لمناقشة حسم ملف رئاسة البرلمان. القيادي البارز في الإطار عامر الفايز قال في تصريح صحفي إن الاجتماع سيبحث أيضا إيجاد الحلول القانونية المناسبة المتاحة لحل أزمة رئيس البرلمان التي طال أمدها، كما سيناقش ملف تشكيل حكومتي ديالى وكركوك والإسراع في حسم الملفين، فضلا عن موضوع تقويم عمل مجالس المحافظات وأداء الحكومات المحلية وعمل المحافظين. إلى ذلك انطلق اليوم في واشنطن الحوار الأمني المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق حسب ما أعلنته السفيرة الأمريكية لدى بغداد إلينا رومانوسكي. قالت رومانوسكي في حسابها على منصة إكس إن المسؤولين الأمنيين من الولايات المتحدة والعراق سيناقشون مستقبل مهمة التحالف الدولي وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين. واستؤنفت مفاوضات بغداد وواشنطن في شباط الماضي مع اعتماد خفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمكافحة داعش وفق البيانات الرسمية العراقية. على صعيد متصل، كشفت مصادر سياسية عن أنباء تفيد بقرب الإعلان عن موعد انسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد وسط عودة التوتر بين الفصائل والقوات الأمريكية. المصادر أشارت إلى أن لمسات أخيرة توضع على اتفاق انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف من البلاد، وأن موعد الإعلان عن انسحاب القوات سيكون خلال أيام أو أسابيع قليلة. ويشار إلى أن سفيرة الولايات المتحدة في بغداد إلينا رومانسكي كانت قد أجرت سلسلة لقاءات مع سياسيين عراقيين حول انسحاب قوات التحالف، إذ تؤكد مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة ستطلب 3 سنوات على الأقل للانسحاب. المزيد من التفاصيل عن اجتماع الوفد الأمني في واشنطن مع الجانب الأمريكي وانسحاب التحالف الدولي من البلاد ينضم إلينا من العاصمة بغداد الخبير الأمني مخلد حازم. مرحبا بحضرتك أستاذ مخلد. حسب توقعك، ما الذي سيتمخض عنه اجتماع الوفد الأمني العراقي في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن انسحاب القوات من العراق؟ ما تتوقع؟ مساء الخير. مساء الخير عليكم وعلى مشاهدين قناة الفلوجة. يعني حقيقة هذه الجولات التي تقوم بها اللجنة العسكرية العليا مع الجانب العراقي المتمثلة برئاسة أركان الجيش هي جولات تمهيدية لوضع الخطط والاستراتيجيات وبيان جهوزية القوات العراقية من جميع النواحي إذا ما وصلوا إلى قرار نهائي في انسحاب القوات التحالف من العراق. الجميع يعرف أن هذه القوات تشكلت في عام 2014 بموافقة أممية وبطلب عراقي. اليوم عمليات العزم الصلب لا تزال يعني تقوم بأعمالها في الأراضي السورية والأراضي العراقية، وهنالك تقارير أممية أيضا وتقارير أمريكية تقول أن داعش لا يزال موجود على الأراضي السورية والأراضي العراقية، وبدأنا نرى أن هنالك نشاط لتنظيم داعش على الأرض. حقيقة هذه المعطيات تجعلنا أننا نذهب باتجاه يعني أبعاد أخرى، أن الانسحاب أو إجبار التحالف الدولي على الانسحاب من العراق قد يعني يرجعنا إلى عام 2014،
وما قبلها عام 2011 عندما خرجت الولايات المتحدة من العراق. يجب أن تكون لدينا استراتيجية ورؤية واضحة المعالم في مفاوضاتنا مع الجانب الأمريكي. الوفد العراقي الآن في واشنطن لغرض بحث الآلية أو جدول الزمنية، لكن كل هذا يعتمد على نتائج التقارير لهذه اللجان والتي سترسل إلى الأمم المتحدة، والتي بدورها ستقرر أيضا مثل ما قررت في عام 2014 الآن ستقرر بانسحاب. جميل. الكلام حتى هذه اللحظة وضع جدول زمني، ومهمة الوفد هو وضع جدول زمني والتباحث، حتى هذه اللحظة لا يمكن صدور قرارات، لكن لا يمكن بنفس الوقت أن نستثني بعض التسريبات والمعلومات التي تتحدث عن قرب، فعلا قرب إعلان الانسحاب. البعض يتحدث عن أيام أو أسابيع، رأي آخر يقول لم أبداً تطلب الولايات المتحدة أقل من 3 سنوات إن كان هنالك حديث عن الانسحاب. أبدا، يعني لا أتوقع أن خلال هذه الفترة القادمة قد يتم الإعلان عن الانسحاب أو وضع جدول زمني لانسحاب قوات التحالف، لأننا نتكلم عن نتكلم عن فترات زمنية قد تكون سنة أو قد تكون سنتين لانسحاب قوات التحالف، مع اعتبار أن المتغير اللحظي الذي قد يحدث على الأرض قد يغير معالم هذه المفاوضات جميعها. لكننا إذا ما افترضنا أنه تم التوصل إلى اتفاق في موضوع خروج قوات التحالف، فإننا ذاهبون باتجاه بناء علاقات ثنائية أمنية مستدامة سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع معظم دول التحالف، وبالتالي يجب أن تكون هنالك ضمن هذه الاتفاقية أيضا دراسة جدوى أو استراتيجية أو وضع خطط ضمن هذه. هناك من يضرب هذه الاتفاقية بمسيرات وكاتيوشات معينة، اعتراضات للاتفاقية بطريقة أو بأخرى، شاهدت كمية ونوعية الهجمات التي تتعرض لها بعض القواعد الأمريكية، ما علاقة ذلك بالانسحاب؟ هل يعني سيجبر؟ هذا ما سيؤثر على الحكومة العراقية، لأن الحكومة العراقية حقيقة هي في وضع محرج ما بين اتفاقاتها مع الجانب الأمريكي أو مع قوى التحالف ومع المجتمع الدولي، ومن جهة مع الجانب الفصائلي التي هي اليوم تفرض إرادتها على إرادة الحكومة. لأننا اليوم لا نريد أن نعطي رسالة سلبية للخارج بأن هنالك قوة قد تكون قراراتها أقوى من قرارات الحكومة الرسمية، فبالتالي ما يحصل الآن هو يعني حقيقة وضعت الحكومة ما بين المطرقة والسندان. أنا من وجهة نظري كمتابع للشأن الأمني، الموضوع لا ينتهي بانسحاب قوات التحالف من العراق، لا ينتهي الوجود الأمريكي، لأن اليوم أمريكا تعتبر العراق جزء من بعدها الاستراتيجي، وحماية يعني السيادة العراقية هو جزء من اتفاقية الإطار الاستراتيجي واتفاقية السفا. فبالتالي هذه المعطيات يعني يجب أن توضع للطاولة وأن يتم توضيحها للرأي العام، لأن كل هذه المعطيات لا نريد في نهاية المطاف أن يتم خروج القوات الأمريكية كما خرجت من أفغانستان، وبالتالي قد نتحمل عواقب أمور أو متغيرات لحظية يعني لا نستطيع مواجهتها. شكرا جزيلا إليك، كنت معنا من بغداد الخبير الأمني أستاذ مخلد الحازم. الأخبار مستمرة. أصدرت الكتلة العربية في مجلس كركوك بياناً أكدت فيه تمسكها بمنصب المحافظ، بينما طالبت بتشكيل حكومة محلية بمشاركة جميع المكونات. نحن المجموعة العربية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك بأعضائها 6 عن تمسكها بمنصب المحافظ للمكون العربي، ونحن الممثلين الشرعيين ومستعدون للتفاوض مع المكونات الكريمة في كركوك على هذا الأساس باعتبارنا الكتلة الأكبر المعلن عنها سابقا. ونود أن نشير لكل أبناء شعبنا العراقي العظيم بأن المكون العربي عندما تولى إدارة محافظة كركوك في السنوات السابقة نعمت كركوك بالأمان والاستقرار والهدوء، كما شهدت كركوك طفرة في الإعمار والبناء في ظل الإدارة العربية. ما إن انجلت أزمة كركوك السياسية بعقد أولى جلسات المجلس حتى عادت الكتل في حواراتها للوصول إلى الكتلة الأكبر،
بتقارب بين الديمقراطي الكردستاني والجبهة التركمانية بشأن تدوير منصب المحافظ في وقت يصر فيه العرب على الاحتفاظ بالمنصب. المزيد في هذا التقرير. على طول الأزمة التي استمرت 7 أشهر لم يتضح جليا موقف المكونات مثلما بدأ يتضح اليوم شيئا فشيئا. تقارب جديد في الرؤى بين الجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكردستاني، لكل منهما مقعدان في الوقت الذي جددت فيه الكتلة العربية تمسكها بمنصب المحافظ. نعلن نحن المجموعة العربية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك بأعضائها 6 عن تمسكها بمنصب المحافظ للمكون العربي. المدة المحددة سلفاً تقتضي أن تمضي فيه الكتل باتفاق رسمي لأجل اختيار المحافظ. أما التقارب الذي تحدثنا عنه فيكمن بمشاطرة البارتي لمقترح التركمان في تدوير منصب المحافظ لـ3 سنوات بـ3 مكونات. الحوارات جارية مع جميع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات المحلية الأخيرة في كركوك. الجبهة التركمانية العراقية اقترحت حلا لتشكيل الحكومة، وهو أن يكون منصب المحافظ ورئيس المجلس ونائب رئيس المجلس بالتناوب بين القوميات في كركوك. بعض الكتل السياسية مشكورا استجابت لهذا الطلب، منها الحزب الديمقراطي الكردستاني والكثير من أعضاء الكتلة العربية. حاليا الطرف المعارض الوحيد هو الاتحاد الوطني الكردستاني، ننتظر موقفا إيجابيا من الاتحاد الوطني لتشكيل هذه الحكومة. التوليفة الأخيرة لا يمكن لها أن تحدث فارقاً دون بيان العرب موقفهم بالاتجاه الذي يريدون. كل ذلك يجري وسط إعلان أخير للأحزاب الكردستانية يؤكدون فيه حقيتهم بمنصب المحافظ. نطالب من الأطراف الفائزة في انتخابات مجلس المحافظة الإسراع في تشكيل الحكومة المحلية خدمة لأهالي المحافظة. جميعنا متفقون على أن منصب محافظ كركوك من استحقاق المكون الكردي ويجب أن يكون كذلك. مصفوفة سياسية لها من التعقيد ما يفوق الغاية، وحتى لو عرض هذا السيناريو أمام كيانو ريفز بطل سلسلة أفلام الماتريكس لولى هاربا، ليس خوفا من الرصاص بل لأنه لن يصل إلى وسيلة تنجيه من مأزق سياسي كالذي تشهده هذه المحافظة، السينما. من كركوك عبد الله العامري، قناة الفلوجة. أما الآن تنضم إلينا من محافظة كركوك عضوة الكتلة العربية في مجلس المحافظة الدكتور سلوى المفرجي. أهلا بكم دكتورة سلوى. إذن تتمسكون في الكتلة العربية بمنصب المحافظ، حكومة محلية بمشاركة جميع المكونات، ماذا لديكم غير ذلك؟ أهلا وسهلا بكم جميعا. نود أن نوضح مسألة مهمة جدا، أن الكتلة العربية التي تشكلت بعد الإعلان الرسمي والمصادق على نتائج الانتخابات النهائية لمجلس محافظة كركوك، أكدنا على أننا موحدون، وبعد سلسلة من المحاورات والجلسات خلال هذه الفترة تقريبا ما يقارب 7 أشهر وتلبية لمبادرة السيد رئيس الوزراء، عقدنا وعزمنا نحن ككتلة عربية أن نمضي قدما في إكمال متطلبات المرحلة القادمة في عقد الجلسة الأولى لمجلس محافظة كركوك. وبالفعل رأت الجلسة نورها في 11 تموز بحضور جميع الكتل بالأعضاء بعدد الأعضاء كاملة. وهذه الجلسة كانت هي جلسة افتتاحية تم خلالها يعني إثبات شرعية أعضاء مجلس المحافظة، ومن ثم الالتزام بالمدد القانونية، إذ تم رفع الجلسة وترك المجال مفتوحا أمام الكتل الفائزة لتعلن موقفها خلال المرحلة المقبلة. هل هناك من يشاطركم الموقف؟ يعني من هو إلى جانبكم دكتورة سلوى فيما يتعلق ب يعني أحقيتكم كما تتفضلون بمنصب المحافظ؟ نحن منذ الوهلة الأولى للإعلان
عن إجراء انتخابات في محافظة كركوك وحصول المكون العربي على 6 مقاعد، يعني أعلننا على الاحتفاظ بمنصب المحافظ كحق قانوني لهذا المكون لما شهدته المحافظة من استقرار أمني وسياسي وتماسك النسيج المجتمعي بين جميع المكونات. فبالتالي طرحنا هذه المبادرة ونأمل من جميع الكتل الأخرى الفائزة أن تبادر إلى الموافقة على هذا المطلب، وذلك من خلال مشاهدة هذا الحق الذي يعد استحقاقا لنا كمكون عربي. وأكبر دليل على ذلك هو العمران الذي وصلت إليه محافظة كركوك مقارنة بالمحافظات الأخرى. ومطالبتنا بمنصب المحافظ وتجديدنا لهذه الدعوة ما هو إلا مبادرة لجميع الكتل لفتح أبوابنا للحوار والتفاوض، ومن ثم طرح أوراقها التفاوضية والدخول في تقاربات سياسية. نعم، إذن ما يزال باب الحوار مفتوح دكتورة سلوى، يعني أم البيان هو نقطة الشروع نحو خطوات ربما لاحقة؟ البيان واضح جدا أن العرب يتمسكون بمنصب محافظ كركوك كونه استحقاق لهم، وبالتالي نفتح الحوار وباب التفاوض أمام المكونات الأخرى لتقاسم السلطة. الكل يعلم بأن المحافظة لا تدار من قبل المحافظ فقط، بل هناك رئيس المجلس ونائبي المحافظ ونائب رئيس المجلس ومدراء الدوائر والمديريات وكذلك الدوائر الرسمية الأخرى. يعني هل هناك خطوات لاحقة؟ هل ربما تلمستم استجابة بعد يعني إصدار البيان، بيان الكتلة العربية الذي يؤكد الأحقية كما تفضلتم بمنصب المحافظ طبعا وحكومة محلية بمشاركة جميع المكونات؟ نعم، من يسعى إلى الحفاظ على كركوك والحفاظ على أمنها واستقرارها وتلبية رغبات وطموحات الشارع بكل مكوناته سوف يلبي هذه الطروحات، وبابنا مفتوح كما ذكرت للحوارات، وبالإمكان للمكونات الأخرى أيضا أن تطرح ورقتها التفاوضية للاطلاع عليها، وبالتالي تحقيق شراكة حقيقية من أجل إدارة هذه المحافظة من جميع المكونات. ونحن كمكون عربي نقول ونؤكد لا نريد إقصاء أي مكون، كون كركوك تستوعب الجميع وهي محافظة عراقية. نعم، إذن يعني خطوات أخرى ربما يعني تذهبون باتجاهها في المرحلة المقبلة في حال لم تكن الاستجابة من بقية المكونات الأخرى كما تأملون؟ الاستجابة حتى وإن كانت نسبية فالواقع سوف يحكم على ذلك، ونحن بانتظار كما ذكرت الأوراق التفاوضية للمكونات الأخرى، لكننا نؤكد على أن الاحتفاظ بمنصب محافظ كركوك هو حق قانوني لنا. عضوة الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك الدكتورة سلوى المفرجي، شكرا جزيلا لكم لانضمامكم إلينا. الأخبار مستمرة. أعلنت وزارة التربية نتائج السادس الإعدادي العام للدور الأول بجميع فروعه، موضحة أن 76 طالبا وطالبة حصلوا على المركز الأول على العراق. أبنائي وبناتي طلبة الصف السادس الإعدادي، يسعدني أن أعلن لكم اليوم الاثنين الموافق 22/7/2024 نتائج الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية بفروعها كافة الدور الأول، بعد إنجاز مراكز الفحص لعملها بكل دقة وإخلاص، معتمدين ولأول مرة على مستوى العراق التقنيات الإلكترونية. كما أبارك إلى المديريات العامة للتربية الفائزة بالمراكز الأولى ضمن الفرع العلمي، وهي كل من: المركز الأول تربية الكرخ الأولى، المركز الثاني تربية الرصافة الأولى، المركز الثالث تربية النجف الأشرف. كما أبارك للمديريات الحاصلة على المراكز الأولى الفرع الأدبي، وهي كل من: المركز الأول مديرية تربية صلاح الدين، المركز الثاني مديرية تربية الكرخ الأولى، المركز الثالث ممثلية أربيل، المركز الرابع مديرية تربية كربلاء المقدسة. من منبر العلم والمعرفة أبارك إلى الطلب الأوائل وذويهم ومدارسهم وملاكاتهم هذا الإنجاز والتفوق،
حيث حصل 76 طالب وطالبة على المراكز الأول على المركز الأول على مستوى العراق في الفرع العلمي ومعدل 100%. أصدرت وزارة تربية كردستان قراراً بإعادة دمج الطلبة الناجين من تنظيم داعش الإرهابي في مخيمات النزوح في المنظومة التعليمية. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي. بقرار من وزارة تربية كردستان أعيد الطلبة الناجون من داعش الإرهابي الموجودون في مخيمات النزوح إلى مقاعد الدراسة بغض النظر عن العمر وانقطاع عدد سنوات الدراسة، قرار ولد ارتياحا كبيرا لدى الطلبة وذويهم. ابني من مواليد 2004 وصل المرحلة المتوسطة ووصل الثالث وما قدر يكمل لأن بسبب أشنو النقل ماله يودوا مدرسته بعيدة بداخل أربيل، وبسبب المادة المصرف اللي صار أزيد من اللازم، وعلى هذا القرار على الواي يشمل ابني حتى بلكت الله يرجع للدراسة مالته. نعم هذا قرار زين، يعني هواية شباب أعرفهم تاركين الدراسة من وراء الظروف اللي مروا بيها، حتى أعمارهم كبيرة، يعني أكثر شيء قاموا يلجون على الخارجي يقدمون خارجي على مود ياخذ الشهاده ويكمل المدرسه. فهذا القرار يعني مع المعهد اذا مضبوط وزين، يعني خوش قرار انه واحد يكمل معهد سنتين مثل ما قلت ويتخرج ياخذ شهاده. وزاره تربيه الاقليم شكلت لجانا خاصه لتنفيذ القرار الذي يشمل طلبه المرحله المتوسطه والاعداديه، فيما سيكون القبول في المعاهد الاهليه والحكوميه وعلى نفقه حكومه الاقليم مع توفير كافه المستلزمات الدراسيه. القرار سينفذ مع انطلاق العام الدراسي الجديد. اتخذنا هذا القرار من أجل تأمين مستقبل العشرات من الطلبة، ولمسنا رغبة كبيرة منهم بالعودة مرة أخرى إلى مقاعد الدراسة. ومنذ العام 2014 حرم المئات من الطلبة الناجين من تنظيم داعش الإرهابي من إكمال مستقبلهم الدراسي، فيما لا يزال آلاف النازحين يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة وهم داخل أسوار مخيماتهم. لقناة الفلوجة بشير الحسن، أربيل. إلى ملف المياه، إذ أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله إطلاق حملة كبرى لترشيد استهلاكها بعنوان الماء حياة، لافتا إلى أن هناك إحصائية في هذا الجانب سعيا لتقليل الاستهلاك المفرط. الوزارة أيضا تعمل بشكل متواصل في إحراز تقدم في مجالات الإصلاحات التي من شأنها تنمية واستدامة كل قطرة ماء والحفاظ عليها من الهدر والاستنزاف من خلال العمل على التحول من نظام الري المفتوح إلى نظام الري المغلق مع تبطين القنوات باستخدام اللحاف الغرساني. طبعا التعاون المثمر والبناء مع بعثة الأمم المتحدة في العراق أدى إلى إطلاق هذه الحملة المهمة بعنوان الماء حياة. هي هذه الحملة التوعوية لمدة عام كامل تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول أزمة المياه في العراق. من جانبها أبدت الأمم المتحدة استعدادها لمساعدة العراق في مواجهة خطر شح المياه. منسق الأمم المتحدة المقيم في العراق غلام محمد إسحاق قال خلال مؤتمر صحفي إن العراق لن يتمكن من تأمين سوى 15% من احتياجات المياه بحلول العام المقبل، وعلى هذا الأساس فمن المهم زيادة الوعي لدى المواطنين وضمان الأمن المائي. إلى ذلك، كشف تقرير لمنظمة برنامج الأغذية العالمي إن حياة 7 ملايين فلاح عراقي مهددة بسبب العجز المائي الذي قد يصل إلى نحو 11 مليار متر مربع بحلول العام 2035. وأكد التقرير أن العوامل الرئيسية المتسببة بتفاقم حالات الجفاف
هي ذات طبيعة مناخية وسياسية، مضيفا أن من بين تلك العوامل الافتقار إلى اتفاقيات بين البلدان المتشاطئة والمتشاركة بموارد ومصادر المياه، فضلا عن عدم توفر استخدام نظامي لموارد المياه داخل البلد. وشدد التقرير على ضرورة اتخاذ إجراءات مناسبة للتخفيف من آثار التغير المناخي وتحسين الوضع المعيشي للمتضررين. في ملف آخر، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألبير أقدار استئناف بلاده تصدير الكهرباء إلى العراق اعتبارا من أمس. مرغدار أكد خلال تدوينة له على منصة إكس إن تركيا ستسهم مع العراق في ازدهار وسلام المنطقة من خلال مشروع طريق التنمية الذي سيكون طريقا للطاقة أيضا. من جانبه، أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل إن خط الربط الكهربائي العراقي التركي يمثل نقلة نوعية في مجال تعزيز شبكة الكهرباء الوطنية وربطها مع الشبكة الدولية عبر تركيا والاتحاد الأوروبي. أوضح الوزير أن ذلك الخط سيسهم بشكل كبير في دعم تجهيز الطاقة لمحافظات نينوى وكركوك صلاح الدين، كما سيمكننا من مناورة الأحمال وتحميل الطاقة إلى بغداد ومحافظات الجنوب عند الحاجة، لافتا الانتباه إلى أن الربط الكهربائي بين العراق والكويت وبعده مع السعودية سينجز في نهاية العام الحالي ضمن اتفاقية الربط الكهربائي الخليجي. اختتمت بغداد ملتقى شباب التحول الرقمي الذي اجتمع فيه نحو 3000 شاب من مختلف التخصصات مع عشرات الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال. المزيد في هذا التقرير. بغداد تحاكي العالم رقميا. 3000 شاب مع عشرات الشركات العالمية والمحلية المتخصصة بمجال التحول الرقمي شاركوا في ملتقى شباب التحول الرقمي الذي اختتمت فعالياته في بغداد بعد أن استمرت ليومين، وقد وفر فضاء لتلاقح الأفكار وإكمال ما بدأت به الحكومة من خطوات لوضع البلاد على سكة التعاملات الرقمية والحوكمة الإلكترونية في مختلف مفاصلها. يعني أكيد مثل هذه الملتقيات التي تجمع أكثر من 3000 شاب هي تهدف إلى نشر ثقافة معينة. ما ابتغيناه من ملتقى دي تي آي يوث هو لم شمل الشباب وتوجيههم باتجاه الابتكارات الحديثة والأنظمة الحديثة. المؤتمر أو هذا الملتقى على مدى يومين لم يقتصر فقط على جزئية معينة من الأنظمة الإلكترونية، مثلا الدفع الإلكتروني أو الأمن السيبراني، بل شمل الجميع من الجزئيات. هنالك العديد من التجارب التي طرحت في هذا الملتقى. المؤتمر يستهدف الشباب بالدرجة الأساس، فمن خلال تهيئة البيئة الرقمية تتاح فرص عمل لتشغيل الخريجين من الأقسام الهندسية والمبرمجين خصوصا الذين سيمتلكون مفاتيح الحوار الرقمي مع كبرى الشركات، وبالتالي عمام الفائدة العامة وتعضيد التعاون بين القطاعين العام والخاص. كفريق تأسيسي لنقابة المبرمجين العراقيين اجينا هنا حتى نعبر عن مدى احتياج المبرمج العراقي إلى مظلة يكون تحت لوائها، نساند هكذا مشاريع تنموية لتقدم العراق. ثانيا أنه نسعى إلى الوقوف بجانب المبرمج العراقي حتى يكون إلى اسم. التحول الرقمي يفيد كل الشباب والقطاع الخاص، يعني راح يساعد القطاع الخاص على انه يوفر فرص عمل للشباب الموجودين. يعني نشوف ايش قد شباب يجون هنا، كلهم هاي ممكن راح تجيهم فرصه بهذا الحدث. تولي الحكومة اهتماما مباشرا بهذا المجال، خصوصا بعد الخطوات المتخذة في جانب التحول رقميا في ترويج المعاملات الحكومية في بعض الدوائر، لكنها تحتاج إلى كسب مزيد من الخبرات التي لا تتحقق إلا من خلال المشاركة بمثل هذه الملتقيات. على الحديد، قناة الفلوجة، بغداد. ارتفاع ملحوظ تشهده البصرة في حالات الانتحار، مسجلة 70 حالة منذ بداية العام الحالي مع غياب واضح للحلول. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي. ارتفاع مخيف بأعداد المنتحرين يدق ناقوس الخطر. 70 مواطنا بصريا باختلاف أعمارهم يرون الموت الحل الوحيد
لمعاناتهم منذ بداية العام الحالي حتى هذا اليوم. وصلت الأعداد للأسف لغاية تموز إلى أكثر من أو بحدود 70 حالة. يعني اليوم إحنا خلال أسبوع واحد سجلت البصرة 5 حالات انتحار. نحن شخصنا الحلول، لكنه استجابة الحكومة سواء المركزية أو المحلية تكاد تكون لا تتجاوز 10%. توجهنا إلى أهم المراكز النفسية في البصرة لنتابع أسباب الإقدام على الانتحار. طرق الانتحار تنوعت كإطلاق النار أو الانتحار شنقا وغيرها من المحاولات، مؤشرات تدل على مدى خطورة الأمر. طبيعة الانتحار في مجتمعنا اختلف، يعني طبيعة قبل احنا الكبير السن اللي عمره 40 عنده أمراض نفسية هو اللي ينتحر، بينما الشباب وكذا محاولات انتحار يسمونها وليس انتحار اللي هي أما عن طريق الحبوب أو الحرق أو غيرها. هسه اختلفت، يعني ماكو بنية تروح تسوي طلق ناري مثلا، غريبة عندنا شيء. فاختلفت طريقة الانتحار واختلفت الوسيلة بعملية الانتحار بيش، فهاي انتشرت. ثالثا الأعمار اختلفت، قبل ماكو شابة تروح تنتحر مثلا بعملية شنق نفسي. أسباب الانتحار لم تنضوي تحت بند واحد فقط، فتارة كانت الظروف الاجتماعية التي يمر بها المنتحرون سببا، وتارة أخرى المشاكل الاقتصادية، فضلا عن غياب الوازع الديني الذي ينهى عن قتل النفس. بينما كشفت وزارة الداخلية عن القبض على دعاة أفكار متطرفة منحرفة خطيرة تدفع الشباب للإقدام على الانتحار كقربان لأحد الأئمة الأطهار. كان واجب للأمن الوطني بحق حركة متطرفة وألقي القبض عليهم في 3 محافظات، وأجهزة الاستخبارات تتابع هذا الموضوع، لكن هذا لا يشكل من عملية الانتحار إلا نسبة ضئيلة جدا. النسب الأخرى أسباب اجتماعية واقتصادية ونفسية وغيرها، لكن بالنهاية يجب أن توجد حلول لهذا الموضوع. ومع ارتفاع حالات الانتحار يقول مراقبون أن الجهود الحكومية حتى هذه اللحظة دون المستوى، بينما هيمنة المتنفذين على الوظائف الحكومية للشباب تعتبر من أهم أسباب البطالة التي تدفعهم على إنهاء حياتهم. خالد السلامة، لقناة الفلوجة، البصرة. ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. السيادة يستنكر التطاول على رئيسها، القانون هو الفيصل للرد على التصريحات المنفلتة إيمانا بالدولة ومؤسساتها. بغداد تختتم مؤتمرا دوليا لمكافحة آفة المخدرات، والسودان يؤكد ضررها يهدد استقرار المنطقة بأكملها. موعد الانسحاب قريب إعلانه حفاظا على الهدنة، ووفد أمني يناقش في واشنطن مستقبل التحالف. لا تنازل عن منصب المحافظ، الكتلة العربية تتمسك بموقفها وتطالب حكومة محلية بمشاركة المكونات أجمع. حياة ملايين الفلاحين مهددة، المياه نادرة في العراق والموارد تطلق حملة كبرى لترشيدها. المزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بعافية. باللقاء.